1102 يمكنها استنساخ نفسها بشكل مثالي باستثناء تغير بسيط في لون العينين. تنقسم الخلايا من المنتصف وتنشئ فردين منفصلين. أوكا كالدودة الشريطية المستورقة لكنها مع بشر. بالضبط، ويمكن الاحتفاظ بالذكريات الأصلية كلها. 925 تنشئ انفجارات طاقة هائلة، يتمتع النصف على الأقل بقدرات أساسها النيران. سنبني ترسانة. قوة قابلة للبرمجة تحت سيطرتنا. لا أبطال، لا أخطاء. حان الوقت لجرعة أخرى. أنا بخير. دخلت في غيبوبة لستة أشهر، لم تستطع تحمل قوة السعال. تبقت بعض الجرعات من صيغة التجدد حتى يتم شفاؤك. لا يزالون يوقدون الشموع عند قاعدة ذلك التمثال. كنت لأحطمه لولا تلك المطرقة. اترك الأمر. لماذا تجعل العامة يرون قلقك بشأن الأفنجرز؟ دعي الأمر لرجالي، لدينا آلي نطلقه. صحيح، هذه النسخة الأكثر فعالية. أهي مستقرة؟ تكاد. تتصل بيوسف خان، اترك رسالتك وسأتصل بك. مرحبا أبو، قد أخذت بنصيحتك، أنا مع ناكيا والبقية وسنعود. هل تصدق أنه لا توجد خدمة اتصالات بالخارج؟ تسلقت إلى هذا الهاتف العمومي لإجراء هذه المكالمة. على أي حال، أنت محق نستمتع بوقتنا. سأعود مساء الأحد، سأحسن التصرف، أحبك أكثر. تشير نظريات المؤامرة كلها عبر الإنترنت إلى أن هذا الأخدود هو القاعدة الرئيسية للمقاومة. إنها فرصتي الوحيدة. على الأقل هذا دليل على وجود أوجه حياة هنا. على أي حال، أحب أنا التنقل حول المدينة واتباع الإشاعات، لكن الإشاعات اليونانية هي كل ما لدي. أين هنا أيضا؟ علي أن أسرع.
أخيراً. هل هذا مؤشر جيد أم سيء؟ المقاومة، هذا هو موقعهم، لابد أنه هو. حاضرت إيم عليهم أولا. وصلت إيم هنا أولاً. مرحباً. كانت هذه قاعدتهم، ولكن أين هم الآن؟ ربما هربوا قبلاً. لا، لابد أن البعض هرب. لابد أنهم هنا في مكان ما. أجدر بمواصلة البحث. علي الصعود إلى الأعلى لمعرفة موقعي. لا تغضب يا أبو، أنا أمدد ذراعي فحسب. سيفزع والدي لو رأوني هنا بالخارج. أعني أنا نفسي أشعر بالرعب. مستحيل، كايميرا، عثرت عليهم. لا أصدق أنني عثرت عليهم. نحن ذا. واو، احترسي. نجح. من وجود المقاومة.
أنوار، هناك أحد بالفعل. أوبس، المفاعل بالأسفل، يبدو أن علي التوجه إلى الأعلى. يا للهول، لابد وأنني اقتربت. جناح القيادة، أين الجميع؟ هذا هو مقر المقاومة الرئيسي. كانوا أشخاصا نائمين هنا بالتأكيد، ولكن منذ متى؟ هل عملت تلك أهلا؟ ربما اختبأوا في جناح الطاقم واحتجزوا بالداخل بفضل الطاقة. يجب أن أعيد توصيل الكهرباء. ربما هناك مفتاح دائرة كهربائية أو شيء يمكنني استخدامه. الوصول إليه. حسناً. شيء آخر أخاف الجميع. يبدو أن هذا الشيء العطيق يظهر. ما هذا؟ واو، هل هذا ما أظنه هو؟ كنت محقاً يا كاب، درجاً كان قوياً. من هناك؟ Yeah!
تقتلني، لا تقتلني، لا تقتلني. علي الخروج من هنا. لا عجب في أن المقاومة فرت من هذا المكان. علي أن أحكم شيء آخر. أنا متأكدة من أن لا أحد سيلاحظ الفرق. لابد من طريق الصعود مجددا إلى السطح. يفترض أن يتحول هالك مجددا إلى دكتور بانر الآن. أعتقد أنني سأعلم. إذا عاد هالك سينتهي كان هذا مرآب الطائرات. أوشكت. اهدئي يا كامالا. علي فقط الوصول إلى السطح العلوي من دون أن تقطع رأسي. أتساءل إن كانت هذه الأزرار لا تزال تعمل. الضغط على الأزرار وتحريك المنصات، صحيح. هناك شيء مفقود. أتساءل إن كان هناك شيء قد يفيدني هنا. أجل، عثرت على مقبض صندوق التوصيلات ذلك. ومرحى. والآن اتصلت الكهرباء بذلك الزر وسأخرج من هنا.
الطريق للخروج. لا أثر للمقاومة في أي مكان، لابد وأن هالك أخافه. يجب أن أجد طريقة للخروج. ماذا عسي أن أفعل بهذه اللقطات؟ احتجاز الهدف كمل حال قدم إلى مستوى الأول أمر توجيهي أسلم الهدف على قيد الحياة. هل تبعتموني إلى هنا؟ هذا مريب حقا. لما تقدم الهدف خطر إلى المستوى الثاني أقل درجة الاستجابة.
ماذا تفعل؟ تري يا ثي، فقط أحرص على ألا تموتي بين يدي. حسنا. لا يمكنك سحب دماء. أنا أعلم أعلم، في الظروف العادية لا، هذه ليست ظروفا عادية. غير معقول، دكتور بانر؟ لا. الطريق 99 ميلا، إذا ذهبت طريق 99 اذهبي إلى محطة الحافلات. ما الذي تتحدث عنه؟ لقد قضيت وقتا طويلا بصفتي الرجل الضخم، لذا كم مضى لك وأنت هنا؟ عدة سنوات. أجل، هذا مذهل. أجل، هذا ما قيل لي. ألي هذا تطارد روبوتات إيم فتاة في الصحراء؟ ليس بالضبط، لقد سرقت شيئا من خادم إيم. ماذا؟ لما؟ أنا أعلم ذلك. حسنا، أعتقد أن عليك إلقاء نظرة. إنه تارلتون. أجل، ولما تعطيل بروتوكولات الأمان؟ هل حقا؟ صحيح صحيح، هذا ما ظننته. لقد حبسك في غرفة المفاعل ثم حاول سرقة كايميرا. هذه مبالغة، نحن نعلم بوجود قصور في المفاعل، لذا أليس من المحتمل أن كاب طلب منه تعطيل بروتوكولات الأمن ثم إغلاق الباب؟ لقد سمعنا أدلة أيدي مئات المرات. تارلت ومونيكا كانا في جناحي القيادة عند حدوث الانفجار، ولهذا بالكاد نجيا. لكن هذا يثبت أن تارلت لم يكن بالقرب من جناح القيادة عند الانفجار. لقد كان يكذب. إذن أين البقية؟ تم حذفها وتلفت بقية التسجيلات. أجل، انظر ماذا إن أوقع بالأفنجرز. حسنا، تارلتون وإيم وما يسمى بالعلاج. الأمر ليس منطقيا، أشعر بوجود أمر مريب. ماذا عنك؟ كنت أظن أنك مجرد سارقة تحاول الفرار بدرع كاب. إذن كنت أفكر، هل سيساعدنا السيد ستارك؟ الحاسوب المركزي يدار على تكنولوجيا خاصة به ويستطيع أن يدخلنا. صحيح. أجل، محطة الأتوبيس عند الطريق السريع 9، الاتجاه غربا، وعندما تفعلين سيقودك ذلك إلى بعض الرفقاء وسيساعدونك. رفقاء ماريا صالحون، أخبريها بأنني أرسلتك وأريها هذا. لكنك شاهدت الفيديو وتعلم بوجود خطب ما. أعجز عن مساعدتك، أتمنى لو أستطيع، لكن لكنك دكتور بروس بانر، أحد أعظم العقول في عصرنا. أعظم العقول، انظري إليك، انظري إلى ما فعلنا. لا تعلمين كم هذا خطير. تارلت يطلق على من مثلي إنهيومن، يزعم أننا مرضى وعدوانيون،
وبلهاء، وإن مرضنا سيقتلنا في النهاية. لا أصدق ذلك، وسأعثر بنفسي على السيد ستارك. لحظة، انتظري. تحتاجين توصيلة؟ حقا؟ خبأ توني أغلبية أغراضه هنا عندما أفلست شركة ستارك. لا أحد يعرف مكان توني سوى جارفيس. يفترض أن يرشدنا هذا الطريق إلى المدخل السري للأرشيف. جيد، حسناً، إنه يوم مثالي للتسلق. هذه هي الروح المطلوبة. هل تريدين سماعات الاتصال التي أعطيتك إياها؟ أجل، عملياً هي غير مرئية. لماذا عدت إذن إلى كايميرا؟ حسناً، ليس أنا بل هو. إذن هل أخاف المقاومة؟ بصراحة لا أتذكر وجود أحد يا كمالا. طورت ذلك الضخم مع بعض عملاء شيلد، لكن بعدها لا شيء. أوه صحيح، مكان ضيق للغاية. نعم، انتبهي لرأسك. هنا، دعني أساعد. شكراً. توجد ساحة أمامنا، لابد أن المدخل هناك. جيد، إذن كيف يبدو جارفيس بالفعل؟ مثل محرك أقراص ثابت وعتيق يعود لعام 1998. سؤال جديد، كيف يبدو محرك أقراص ثابت يعود لعام 1998؟ يا إلهي، واو، لا توجد أماكن متشابهة في جيرسي سيتي. هذا جميل ومسالم. أجل، مضت فترة كان يسمح لي توني بالقدوم إلى هنا. منحني ذلك مساحة لأهدأ أو أحطم الأشياء. أرى ذلك. أخيرا، هذا يعني أننا اقتربنا. يا إلهي، إنه مغلق بأحكام. إلكمين، أرسل واحدة في العزل. دكتور بانر، ماذا أفعل؟ اركضي. ماذا؟ Thank you.
سيكون بالبديلة. أفهم من صمتك هذا أنك لست مستمعا. لا بأس، لا أظن أن بروس يحب دعاباتي أيضا. لا بروس. حسنا حسنا، لن أذكر الرجل ذو النظارات. ماذا؟ سحقا، أنت محق، لا يبدو هذا مؤقتا. أهلا، هل نحن بخير؟ حسنا، نحن بخير أعتقد. يا إلهي، لم تصل إيم للتو، لقد فتحت نقابة. علينا العثور على جارفس والخروج من هنا. لفترة ممكنة بعدما أنتهي من هنا. لابد أن هذا الأرشيف أمامنا. أظن إيم استولت على المكان. هل السيد ستارك هنا؟ سأدخل عبر الفتحات وألقي نظرة. نعم، هذا ينجح. في كل مكان. أنت قم بإلهائهم وأنا سأعثر على طريقة للدخول. هناك حراس في كل مكان، قد تكون هذه فكرة سيئة. تحت
الآن. إنهم يغلقون المكان بأكمله. دخل. فتحات التهوية في هذه كبيرة. يبدو أن إين زودت الأبنية حول الأرشيف الأصلي. كل شيء جديد. شيكاً كادوا يروني. لابد أن الأرشيف الأصلي ممتد أكثر داخل المبنى. سأواصل البحث. دكتور بانر توقف، ابتعد عن الممر، يجب إخلاء الأهداف إلى موقع ثلاثة. هل تارلت هنا؟ يا إلهي يا لطخامتي، ماذا تقول هذه؟ التعليمات متجهة إلى الإدارة. هذا الطابق الأول، لا أعتقد أنهم يعرفون بوجودي هنا.
يا دكتور، أعلم أنك تسمعني. راجع الآن، يمكن مقاتلتهم. لا أود أن أمرك. يوجد ممر يقود إلى مختبر الأبحاث. سيتوجب عليك اختراق غرفة الخارج. هذا ليس أنت. هذا الوحش ليس ما أنت عليه يا دكتور. إنه لا يود تدمير هذا البحر. إنه يريده. مساعدتك. أجل صحيح. دعني أساعدك يا بروس. لم يفت الأوان.
مكان يدعى مختبر تيري جينيسيس؟ ما هذا؟ لقد نجحت. كانوا يبون الإنهيومن هنا. ماذا حدث؟ كانوا يؤذونهم هنا. هالك، أريدك أن تدمر هذا المختبر. تحطيم. امسك. لقد رأيت الحقيقة يا بانر. كنت الوحيد، والآن نحن نصلح الضرر الذي ألحقه الأفنجرز طوال هذه السنوات. توجد الآن فرصة ليحظى كل هؤلاء الإنهيومن بحياة أفضل. لا يزال بوسعنا إنقاذ الإنهيومن من مصيرهم. إنهم يريدون علاجا. إنه يكذب، لن ينقذ أحدا. أتمنى لو لم آتي إلى هنا. أراك تقاتله. أنت لا تريد أن تكون هذا الشيء، لكنك ضعيف. كلاكما. ينبغي علي. لا لا، اخرج من هنا، اركض.